لما سيد حلمي اتهمني بسرقة حارس القمر دفعت عني قبل ما دافع عن حالي، ولا مرة سألتيني إذا هالقصة صح ولا لا، ولا مرة. افترض إني بعرفه، ليه ما حطيتني بالخريطة؟ لأنه الأسماء اللي بالخريطة مجدولين أحياء ولا أموات، كلياتهم ضحايا محتملين مجدولين، ضحايا محتملين. إلا أنتي عم تتهمني لألي من بعد كل شيء اللي عملته كرمالك. طلع لقيت اللي لقيته هو أنا، عجزت تلاقي القاتل الحقيقي، جنون العظمة تبعك وصلك انه تتهمني لإلي. توحد مريد. أنا ما بتحب إلا حالك. مجدولين